ابوكم كل عمره قبل ما نتجوز كان يقول لي ما بدي عيله عاديه، ما بدي اولاد عادي، ما بدي زواج عادي، مرتي واولادي وعيلتي لازم يكونوا غير شكل، لازم يكونوا استثناء بكل شيء. الحمد لله يا ربي، الحمد لله قدرنا نعمل حياه تحسدنا عليها كلها. لازم بلش حياة جديدة. احنا هون إذا ست الكل بتغيب بنغرق بشبر مي. بس لو ما في قصص خطيرة ورا كل واحد من العيلة ما كانوا انتهوا هاي النهاية عمو. يا حبيبتي المشكلة ما كان فيها بابا، المشكلة بالأصل بين ليس وسالم. احنا لازم نلاقي طريقة نختفي فيها من وشه لأنه هذا وحش وحش. وين واقعين نحن؟ هو شخص واحد بس اللي ماتوا خمسة. ما عم بسأل حدا، بس عم يعطيني طرف الخيط. خلصنا خلصنا نكوش وتفاصيل. عيشي حياتك، طلعي لقدام لا تطلعي لورا. حاجة يا عمو. وساخة وساخة وتكون انت كنتي رفيقته العاطف ولا عندك استعداد تنشر وتعرفوا عن اصل مؤلفات سالي؟ خمس دقايق بدي اكون عم دق الباب. معقولة تكون قتلت بسبب المعلومة اللي اعطيتيها اياها؟ الشيء الوحيد يلي ممكن يفسر الحادثة هو قصة عاطف. وانا ابن صالح من الجامعة للبيت والبيت للجامعة، ومو اي جامعة، الكلية الممتازة اللي اخترتوها انتم بتقولوا عنها محترمة. يلا باي. عاطف! لما بيكون هذا الحدا المتعب العيلة مدمن كحول بس تجري على هالفودكا هلا بتصابحك دغري. انتو شو مسوي مسدس عندكم بالبيت اصلا؟ شو اللي بيخليه يكون على اتصال بغنوة باخر يومين من حياتها؟ وشو اللي بيخلي غنوة تخبي عني هذا الشيء؟ كانت بدها تنتحر قبل بساعتين. عمو بابا كان يخون ماما؟ نحن عم نحكي عن واحد بخوف. وحش وحش مخيف. بس يمكن انا اكون السبب بكل شيء صار. لدرجة تيجي تهدد بفضيحة تمس اخوك بنفس الوقت؟ بس المهم ما اتركني، لانه اذا تركتني بدي احرق الاخضر واليابس. كان عم يتوجع لحاله بالبيت وما حدا كان حاسس عليه. الوفا ما بيستحقه الا اللي بيستاهله. شو دادا؟ تركت البيت وهربت وسلقاني الشارع. لازم اعرف انه انت اكثر حدا امين على حياتي. طول ما انا طيب هذا الزواج ما بصير. ما زين، انا عن جد اشتقت لك. عفوا، هون البيت اللي شامس الحال؟ شو ما مفكرني وحدة من هدول اللي بيجوا بيعرضوا حالهم عليك مشان يعملوا معك علاقة؟ عزة لدرجة ما عندي استعداد أبداً تكون نزوة بحياتي. حلو. جديدة هي والله. الهوى ألف المقصورة حيجيبني لعندك. أنا بحبك. بدي موت هون وعيش هون. يعني استبينا أنك عشقان؟ والله ما بعرف، ما بيبين معي. يعني مع الأيام يمكن يبين. والله ماني عرفانه على الشو ولا على شو بدي ازعل. بدي ازعل على الاب ولا على العيله؟ يمكن لازم ازعل على حالي.